للمزيد حول الوجود العسكري الأمريكي في العراق بعد إعلان واشنطن نيتها البقاء في مواقعها، ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين الخبير الأمني والعسكري الأستاذ محمد فوزي اللامي. أستاذ محمد، بداية مرحبا بك. مواقف متباينة من الإدارة الأمريكية يعني بشأن بقائها في العراق من عدمه، فبعد أن صرحت بخفض قواتها في المنطقة البنتاغون يصرح اليوم أنه باق في العراق، كيف تقرأ المشهد من حيث وجود تضارب في المواقف؟ تحية طيبة لك سيدي والمشاهدين الكرام. حياكم الله. حقيقة المتابع للموقف الأمريكي سيعلم جيدا بأنه الأمريكان يعني لم يصرحوا في يعني مغادرة العراق. الأمريكان يعني دائما مواقفهم ثابتة بأنه هم متواجدين في العراق. التصريحات كانت من عملية خفض القوات أم من عدمها، وحقيقة هذه كانت تصريحات يعني بما يسمى الاستهلاك الإعلامي والاستهلاك السياسي، لم ينفذ منها الكثير. فالأمريكان متواجدون يعني وباقين حقيقة، وحتى الحكومة والميليشيات والأحزاب جميعها تعرف هذه الحقيقة. هذا التصريح أستاذ محمد يعني يأتي في توقيت غاية في الحساسية بعد نتائج الانتخابات الأولية التي أظهرت خسارة كبيرة للميليشيات. هل من ربط بين قرار البنتاغون ونتائج الانتخابات في العراق أستاذ محمد؟ سيد العزيز، لا يوجد ربط ما بين يعني التواجد الأمريكي ونتائج الانتخابات، لا هذه والتي سبقتها. الوجود الأمريكي في العراق مرتبط بهذه العملية السياسية وهذه الأحزاب وهذه الميليشيا، كون هم من أتوا بالأمريكان في الدرجة الأولى، وبقاءهم من بقاء الأمريكان، وهنالك تفاهمات واضحة مع الوجود الأمريكي، يعني وإن كان هنالك تقاطع فهو الاستهلاك الإعلامي وإقناع الجمهور بأنهم حقيقة يوجد هنالك رفض لهذا الوجود، ولكن الوجود الأمريكي صراحة متواجد، يعني جاء بها مع هذه الأحزاب وهذه الميليشيات هي التي من أتت به، ووجودها موجود مع بقاء دائما ما يعني تعلن الأمريكان متواجدون. هذه الميليشيات أستاذ محمد دائما طالما تعلن رفضها للقوات الأمريكية في العراق وقصفت السفارة يعني عدة مرات بعد تصريحات البنتاغون، هل تتوقع قصفا جديدا على المنطقة الخضراء؟ يعني سيدي، حتى القصف لم يكن هنالك قصف حقيقي وواقعي، بل هنالك تصدير دعايات وإشاعات لجمهورهم الذي عرف الآن حقيقة بأنهم ليسوا محور مقاومة، بالعكس هم يعني لم تكن هنالك يعني استهداف حقيقي للقوات الأمريكية، القوات الأمريكية متواجدة، فإن كانوا هنالك استهداف يستطيعون أن نسمع بأعداد قتلى كثيرة، لم يسقط جندي واحد قتيل فيها عمليات القصف هذه. فيعني سيدي الكريم، إن حدثت مستقبلا عمليات قصف فستكون كالتي سبقتها، مجرد للدعاية الإعلامية وإيهام الجمهور لا أكثر. البنتاغون في تصريحاته أكد أن بقاء قواته في العراق يأتي وفق رغبة الحكومة في بغداد، ولكن ألا يعني ذلك أن الميليشيات وهي جزء من الحكومة توافق على بقاء أمريكا في العراق؟ سيدي الكريم، الأمريكان والإيرانيون هما الراعي لهذه العملية السياسية ولهذه الأحزاب والميليشيات والحكومات التي تتشكل. مع إن لم يتواجد أحد هذه القوتين سواء كانت الأمريكان أو الإيرانيين في انسحابهم وعدم تواجدهم، هذه العملية السياسية وهذه الأحزاب سوف لن يستطيعوا الصمود في العراق لفترة قصيرة أو لأيام. فهم يعلمون جيدا بأنهم وجودهم من وجود الجانب الأمريكي والإيرانيون، ولذلك توجد تفاهمات واضحة جدا. هم بالتأكيد يعني مصرون على هذا الشيء، عندما هددتهم السفارة الأمريكية بغلق سفارتها توقف القصف، وكانت هنالك رسائل مبطنة من الميليشيات الأمريكان بعدم الخروج من العراق أو نقل السفارة. فسيد الكريم، يعني الأمريكان والإيرانيون حقيقة هم الرعاة لهؤلاء الميليشيات وهذه الأحزاب، وهم يعلمون جيدا ما حدث هو مجرد تصدير إعلام لجمهورهم الذي الآن حقيقة عرفهم في الانتخابات الأخيرة. المتابع سيعلم أنهم خسروا حتى جمهورهم، لأنه يعلم أنه ليس محور مقاومة ولا يوجد رفض للأمريكان ولا حتى للإيرانيون. عبر الهاتف من برلين الخبير الأمني والعسكري السيد محمد فوزي اللامي، شكرا جزيلا لك.